الحرب في مدينة الرقة تشارف على وضع أوزارها. قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا أعلنت أن الهجوم الأخير على آخر معاقل تنظيم الدولة في الرقة. توقيت الإعلان عن هذا الهجوم يأتي بعد خروج دفعة من مقاتلي التنظيم إلى ريف دير الزور. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر كردية أنه تم إجلاء قسم من مقاتلي التنظيم من الجنسية السورية ليلا، بينما بقي القسم الآخر في المدينة وهم من الجنسيات الأجنبية. ووفق مصادر كردية فإن مسلحي التنظيم خرجوا برفقة عشرات المدنيين لاستخدامهم كدروع بشرية، مشيرة إلى أن تلك الدفعة الأخيرة من المقاتلين الذين وافقوا على الرحيل. ومع رفض التحالف الدولي السماح للمقاتلين الأجانب بالخروج من الرقة، تستمر المعارك في بعض الجيوب الشمالية من المدينة. مصادر محلية قالت إن بعض وليس كل المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة غادروا الرقة، ويمكن القول إن مدينة الرقة باتت تحت سيطرة ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية التي يغلب عليها الطابع الكردي. وبينما تضع الحرب أوزارها في الرقة، يبدو أنه من البعيد جدا أن تضع آلام ومآسي سكان المدينة أوزارها، إذ خلفت تلك الحرب في المدينة مئات القتلى وعشرات الآلاف من المشردين والنازحين من أهالي الرقة، ناهيك عن حجم الدمار الهائل في الأحياء السكنية والبنية التحتية للمدينة التي تحتاج سنوات طوال من العمل لإعادة ما دمرته الحرب.